السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير بصحة وعافية. نشوفوا مع بعضنا الانسحاب. الانسحاب دائما ما يطلب منك، خاصة يعني تلاميذ سنة رابعة متوسط، يقول لك يعني حول النقطة مثلا سي بالانسحاب الذي يحول أ إلى بي، أو بالشعاع الذي أو بالانسحاب الذي شعاعه أ بي. من ثم نفهم الانسحاب، في نفس الوقت نفهم الشعاع. الشعاع هو يعني انتقال نقطة إلى نقطة أخرى، مثلا نقطة A تأخذ مكان B مثلا هكذا، هذا شعاع AB لأنه حولنا A إلى B. الشعاع عنده منحة، عنده منحة وعنده اتجاه هو رأس السهم هذا، أو الكلام اللي نقول فيه هنا نقول لك نحول النقطة A إلى B. مش معناها تقول لي شيخ أنا راح ننطلقوا من هنا نوصلوا من هنا، معناها اتجاه تاعك وين؟ اتجاه تاعك هو هذا، عنده اتجاه وعنده طويلة، طويلة بين النقطة A والنقطة B عندك طول محدد. فهمنا كيف؟ هذا هو الشعاع. الانسحاب مثلا عندنا يعني يعطيك شعاع، يعطيك نقطة A ويعطيك النقطة B، يقول لك حول النقطة C، يقول لك حول النقطة C بالانسحاب. حول النقطة C، انتبه معي هنا، حول النقطة C بالانسحاب الذي شعاعه A B. ايش معناها؟ معناها النقطة C رايحة تتحول كما تحولت النقطة A بنفس الاتجاه وبنفس الطول. فهمنا كيف؟ بنفس الاتجاه وبنفس الطول وبنفس المنح. مثلا النقطة A تحولت إلى B بهذا الشعاع، راح يكون عندي شعاع مماثل هنا فقط نسمي النقطة D، يعني ما انتقلناش النقطة C إلى A، فهي انتقلنا إلى نقطة جديدة نسميها مثلا D. الانسحاب الذي شعاعه A B هو نفسه، يعني ننقل النقطة C إلى D، هذا هو، ويشكل عندي دائما متوازي أضلاع. إذا كان انسحاب يعني مستطيل، عفوا، إذا كان يعني عندي انسحاب، إذا كان عندي انسحاب A B هو نفسه C D، أو شعاع A B يساوي الشعاع C D، فمعناه أنه هذا يعني إذا ربطنا بين النقاط الأربعة راح يشكل عندي مستطيل. أحيانا يقول لك ما نوع الرباعي، يقول لك ما نوع الرباعي، راح تقول له أنت باللي عندي مستطيل، لا، لأنه عنده كل ضلعان متقابلان متقايسان ومتوازيان، كذلك الأشعة المتساوية راح يكونوا عندهم نفس الاتجاه ونفس المنحة ونفس الطاولة، يعني متقايسين. فهمنا كيف؟ مثلا راح يكون عندنا مثال يعطيك يعني يعطيك مثلا نقطة O، يعطيك النقطة هنا مثلا لتكون النقطة G، النقطة G راح يقول لك يعني هذا الشعاع O G. ملاحظة فقط، إذا قال لك O G معناها السهم راح يكون في الجي هنا، معناها راك مشيت هكذا. فهمنا كيف؟ إذا قال لك G O وش معناها؟ معناها راك مشيت من الجي للأو، السهم راح يكون هنا. فهمنا كيف؟ يعطيك سؤال، يعطيك سؤال يقول لك حول، حول حول النقطة مثلا، يعطيك نقطة هنا، نقطة في أي مكان، مش بشرط يعطيها لك هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، يعطيها لك هنا في أي مكان، يعطيك نقطة. فهم؟ مثلا يعطيني أنا نقطة، يقول لك حول النقطة F يعني بالانسحاب، بالانسحاب
الذي شعاعه او جي. ماكش راح تحول النقطه من راسك، مثلا اعطاني الاف هنا، ماكش راح تحول النقطه من راسك، راح تحولها على حسب الشعاع او جي. مش معناها معناها راح تهز النقطه اف وتحولها كما تحولت النقطه جي. مش قلنا احنا قلنا يعني اذا قالك بالانسحاب الذي شعاعه او جي، معناها راح يكون عندك شعاع اخر اف تحوله نقطه اخرى، مثلا نسميها مثلا لتكون النقطه دي، مثلا لتكون النقطه دي راح يولي عندي شعاع اف جي. فهمنا كيف؟ وهنا عندي او، عفوا ليس اف جي، اف دي، هنا عندي اف دي، انتقلنا الى النقطه دي، وهنا راح يكون عندي او جي، راح يكون عندهم نفس الطويله، يعودوا متساويين ولا متقايسين، يعني يكونوا متوازيين. هذا الاو جي يوازي هذا، معناها او جي يوازي يعني اف دي، يوازي اف دي، شعاع متوازيين ويكون عندهم نفس المنحة، نفس المنحة. هذا هو يعني انسحاب، يعني الذي يحول النقطة من مكان إلى مكان. راح يعطيك يعني كيفاش راح تحولها، مش راح تحولها من عندك، قال لك بالانسحاب الذي شعاعه او جي، معناها راح تتبع الشعاع اللي طاخو لك. اذا طاك سهم منا راح تمشي اف هذه، تمشيها من، ماكش راح تجيبها من، السلام عليكم.